50 يوم ما في عهد في غزوة أحد. هنا تفضل كده. أها. هنا طبعا هذه طريقة حفر الخندق، نشوف هذا كده. نصف كيلومتر، 400 متر. طبعا زي كذا طريقة حفر الخندق بهذا الشكل. فمن الأحداث والمعجزات اللي حدثت في الغزوة، الصحابة هم بيحفروا طردتهم صخر فما استطاعوا إزالتها، فجوا طلبوا المساعدة من الرسول عليه الصلاة والسلام. أتى الرسول واخذ المعول اللي هو الفاس وضربها 3 ضربات. الضربة الأولى بشرهم بفتح فارس، والضربة الثانية بشرهم بفتح الشام، والضربة الثالثة بشرهم بفتح اليمن. ومع الضربة الثالثة هذه تفتتت الصخرة هذه، والمناطق هذه كلها فتحت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هذا طريقة حفر الخندق. نعم. وهنا هذه حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، المكان اللي توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا زي كده، تعالوا كده هي نفس المجسم، الكل يشوف. طبعا هنا بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا البيت، وهذه الحجرة اللي هو الحوش. الآن إذا إحنا تعرف معروف الحوش عندكم في تونس، نفس المعروف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي مكان يقبض فيه الأنبياء يدفن حيث قبضوا، يعني النبي مكان ما يتوفى يدفن في نفس المكان اللي توفي فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبض في الحجرة أي في الحوش، والصحابة رضوان الله عليهم دفنوه فيها وليس في البيت. وهنا طريقة الدفن بهذا الشكل تحت كده، ترجع ورا شوية. هنا طبعا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية، وجهه الشريف إلى القبلة، ورأسه إلى الروضة، وأرجله للبقيع. لما توفي سيدنا أبو بكر فأنزلوا سيدنا أبو بكر وضعوا رأسه عند كتفي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما توفي سيدنا عمر فأنزلوا سيدنا عمر ووضعوا رأسه عند كتفي سيدنا أبو بكر، يعني كل واحد عند كتف الآخر، طبعا كل واحد في قبر لحاله. ما نشوف شيء، في 3 أسوار حوالي بيننا. بني السور الأول في عهد عمر بن عبد العزيز، هو الأول والثاني والثالث في عهد الظاهر بيبرس. في عهد الظاهر بيبرس دولة مملوكية، ليس في عهد نور الدين زينكي. لا، نور الدين زينكي اللي حدث عنده قصة اليهود. نعم. اليهود الاثنين اللي جوا للمدينة وأرادوا يعني أخذ جثة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا كان نور الدين زينكي خليفة للمسلمين، أتى الرسول في المنام لنور الدين زينكي وأخبر عن هؤلاء اليهود، ورآهم نور الدين في المنام، ونزل نور الدين إلى المدينة تعرف على هؤلاء اليهود وقتلهم وصلبهم، ثم ذهب بيتهم فوجدهم حافرين نفق واصل لجدار المسجد، وقام أغلقوا بالرصاص. وبعدين جاء حول الشكل الخماسي حفر خندق بالشكل المربع وصبوا بالرصاص، وبلغ عمق الخندق حوالي 20 متر. يعني حاليا ما في فتحات، ما في ولا شيء، المقام الرسول لا الأول ولا الثاني، يعني حاليا ما يدخلها حد، ما حد يدخل. لا يعني نحن نسوى عثمانيين بما أنه ما يدخلوا.